السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أمه أو أمه تأمره بحلق اللحية لتزداد كثافة، فهل يجوز له طاعتها في ذلك؟ لا يطيعها في ذلك، هذا منكر، وأمه جاهلة لا يطيعها في هذا. نعم، تكفي اللحية التي خلقها الله له ولا يتكلف تكبير اللحية، يرضى بما قسم الله له، قد يكون خفة اللحية بالنسبة له أحسن له. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.